حذر عدد من الناشطين والنواب السابقين من مغبة إقرار جملة من القوانين المزمع إقرارها خلال الأسابيع المقبلة التي تعزز من نفوذ غرفة التجارة على مقدرات البلاد الاقتصادية. جاء ذلك خلال الندوة التي استضافها ديوان المحامي نواف الفزيع بعنوان السلطة الرابعة غرفة التجارة. ما كانت ضمن أولويات الشعب الكويتي أو في ما درج في الاستبيان أن تكون هناك قوانين تطرح في مجلس الأمة لصالح غرفة التجارة. اليوم نتفاجأ أن غرفة التجارة من خلال القوانين اللي قدمت في مجلس الأمة هي الأولوية التاسعة. هل من المعقول أن القوانين اللي قدمت لصالح الغرفة تفوق القوانين اللي قدمت في حماية المستهلك؟ أنا غرفة التجارة تتكلم أنها هي التي تضع وزراء، بل وترشح للدولة أسماء أناس يوضعون في التأمينات في هيئة الاستثمار كوزراء وإلى آخره وإلى آخره، ترشحهم غرفة التجارة. إذا أنا أتعامل مع أي كيان؟ أنا أريد كيان لأتكلم معاه. كثيرين من الساسة أصابهم الذعر لما صار قانون الصوت الواحد، وكثيرين منهم تكلموا عن الدستور والتعرض له وإن إرادة الشعبية. وين بسط الإرادة الشعبية على قانون الغرفة؟ وأقول لكم معلومة وتقدرون تتأكدون منها، قانون غرفة التجارة الصادر في 59 بدون تاريخ وبدون إمضاء من حاكم البلاد آنذاك المغفور له الشيخ عبد الله السالم. هذا القانون بهذا الشكل متى رح نبسط رقابتنا الشعبية؟